بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونسأل الله الكريم أن يبارك في أخينا وفي مولوده، وأن يجعله ذرية طيبة، وأن يصلح أبناء المسلمين أجمعين. وإن أصلح ما في الإنسان وجسد الإنسان هو القلب، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. والقلب على أمرين: مادي ومعنوي. فالأمراض والسلامة منه المادية والمعنوية. فالمادية أي من القلب، هذه المضغة لها أهلها وأخصاؤها من الأطباء، فهم أعلم بأمراضها وأسباب أمراضها. ولذلك هذا القلب إذا مرض فالجسد كله يمرض، لأنه هو الحاكم وهو المالك، وجميع الأعضاء جنود له، فيأتمرون بأمره وينتهون بنهيه. فهو إن تألم يتألم الجسد كله، ولذلك فهو محرك الجسد. إذا توقف القلب توقف الجسد كله، فلا علاج للإنسان وللبدن إذا توقف القلب. وكذلك الأمر الثاني وهو القلب المعنوي. فهذا القلب المعنوي فهو مكمن الحب والبغض والخير والشر والتقوى والخوف من الله سبحانه وتعالى، وهو مكمن الصفات الخلقية التي قد يحملها الإنسان، الطبائع. فهو كامنة في القلب، الأمراض كامنة في القلب. فالقرآن الكريم تحدث عن القلب في أكثر من 130 مرة، تحدث عن القلب بصفات متعددة ومتنوعة ومختلفة. فسمي القلب بهذا الاسم لأنه يتقلب ويتحول، القلب يتقلب، وهذا القلب بيد الرحمن يقلبه كيف يشاء. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فالطيبوبة تبدأ من القلب، والقساوة والخبث يكون في القلب، وهذه القساوة تتأثر على جميع الجسد. فإذا قسى القلب فلا عين تدمع ولا الجوارح تخشع. لذلك الله عز وجل يقول: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فهذا القلب يتأثر إذا سمع كلام الله سبحانه وتعالى، وإذا سمع ذكر الله عز وجل. إنما المؤمنون إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، خافت. وسلامة القلب في التقوى والخوف من الله عز وجل. لذلك يوم القيامة
الله عز وجل لا يقبل من الإنسان شيئا إلا إذا كان قلبا سليما، يحمل التوحيد، يحمل الإخلاص، يحمل العبادة الصافية النقية المشروعة. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لذلك في هذه الحياة في الدنيا الله عز وجل لا ينظر إلى الصور والأجسام والهيكل والجمال، وإنما ينظر إلى القلب، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فإذا عبدت الله فالله ينظر إلى قلبك، هل تعبده على الإخلاص أم تعبده على الرياء؟ إذا وحدت الله عز وجل فالله ينظر إلى قلبك، نطقت بالشهادة لا إله إلا محمد رسول الله، فالله ينظر إلى قلبك، هل نطقت بها بالإخلاص والصدق أم كان ذلك نفاقا؟ ولا يطلع على القلب إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك الرجل الذي قتل الآخر وكان مشركا، فلما رأى هذا المسلم في يده السيف فقتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد قتلته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقتلته بعد أن قال لا إله؟ قال: يا رسول الله، قالها خوفا من السيف. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هلا شققت عن قلبه حتى علمت أنه قال ذلك خوفا؟ فالمطلع على القلوب الله سبحانه وتعالى. لذلك قساوة القلوب تكون بالبعد عن الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول الله عن اليهود: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. لأن القلب حينما تتراكم عليه المعاصي والذنوب فيصبح عليه القفل، فلا يدخل إليه شيء من الموعظة ولا من الذكر. ولذلك الله عز وجل يقول عن الإنسان الذي تتراكم عليه الذنوب والمعاصي: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالطبع يكون على القلب، طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم. فالقلوب حينما يطبع الله عليها ولو قرأت القرآن عليه من بداية إلى نهاية فلا يتأثر، لأنه أصيب بالمرض. لذلك يقول الله عز وجل: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. والشك والريبة والحسد والبغض مكمنه القلب والقساوة والكبر. فالله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فحينما يقسو القلب فلا يشعر الإنسان بما يفعل وما يرتكبه. لذلك نرى في الدول الإسلامية وما يرتكب في حق الشعوب وفي حق الضعفاء، فيقتل الطفل وتقتل المرأة. لماذا؟ لأنه بلغ الإنسان درجة أن قلبه صار كالحجر الصم، فلا يتعظ ولا يعي. لذلك القلب يسقل، يسقل بالإيمان. فالقلب يصدع، بمعنى أن الصدى مثل الحديد. الحديد حينما يرمى ويكون في العالة فتصب يصب المطر ويعني يصيبه أو يصيبه الماء فيصدع، يصب بالصدى، فلا بد من جلائه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وما جلاؤه يا رسول الله؟ قال: ذكر الله، بمعنى العودة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا القلب يطمئن للصلاة، يطمئن للعبادة، يطمئن لذكر الله سبحانه وتعالى. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. واللسان هو ترجمان القلب. إذا رأيت شخصا يسب الآخرين ويشتمهم ويحقد عليهم ويبغضهم فاعلم أن في قلبه مرض، لأن ذلك يخرج من القلب. والهداية، إذا رأينا الإنسان على الهداية وعلى طريق المستقيم فاعلم أن قلبه طيب.
ودائما المسلم يسأل الله عز وجل أن يثبته على الهداية على الصراط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ثبت قلبي على طاعتك. فكم أناس نعرفهم كانوا على طاعة الله عز وجل، وكانوا يصلون وكانوا يحافظون على الدين، فإذا هم ينحرفون يزيغون. الله عز وجل يقول: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فينحرف الإنسان. لماذا؟ لأن القلب لم يدخله الإيمان. لذلك أولئك الذين جاءوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنا آمنا بك وصدقناك ولم نحاربك كما حاربتك القبائل، فتصدق علينا. فأنزل الله هذه الآية: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ولما يدخل الإيمان، أي لم يدخل بعد الإيمان في قلوبكم، وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. فإذا عاش الإنسان بهذا القلب لله عز وجل وسلم القلب لله تبارك وتعالى، قال لا إله إلا الله من قلبه، من قال لا إله إلا الله من صادق من قلبه دخل الجنة، لم يقلها رياء ولا سمعة ولا من باب التقية على أن الناس يثقون فيه. فإذا كان المظهر مزينا مجملا للناس والقلب فيه خديعة، فالله عز وجل يفضحه ويظهر ذلك على الجسد وعلى الجوارح كلها مستقبلا. وبالتالي في آخر حياته لا يثبته الله عز وجل، لا يثبته الله تبارك وتعالى. ولو عاش الإنسان للتزوير للتغيير، يعني يزور على الناس، ولكن حينما يأتي وقت الاحتضار فلا يستطيع أن ينطق بالشهادة أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. كم من أناس وقت تلاحظون ذلك، يكون الإنسان يظهر لك بمظهر جميل، ولكن حينما يصاب بخلل في عقله أو خرف أو يكبر فينطق بكلام فحش، بكلام فسق، بكلام فجور. في الصباح، في هذا الصباح التقيت مع شخص فأخبرني أنه سمر وسهر مع بعض الأشخاص يتحدثون بالفحش. حينما تجد الإنسان كبير في السن عنده 8 سنة ولا 70 سنة ولا 90 سنة يتحدث بالفحش وبالفسق وبالفجور، فهذا قلبه فيه خبث والعياذ بالله. لأن القلب إذا أحب شيئا ترجم إلى اللسان، من أحب شيئا أكثر من ذكره. تجد الإنسان يحب ذكر الله أينما جلس إلا ويتحدث بذكر الله، ويحب القرآن أينما جلس يقرأ القرآن، ويحب المؤمنين أينما جلس يتودد إليهم ويتحدث عنهم. إذا كان في القلب الفسق الفجور البغض الكره فلا ينطق إلا بذلك، ويكون في آخر حياته ما عاش عليه وما استقر في القلب. إن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ونسمع من ينطق بكلام الفحش ويسوب ويشتم في آخر حياته. لذلك أيها الإخوة، هذه المضغة، هذا القلب الذي أودعه الله سبحانه وتعالى في حياتنا، يجب أن ندخل إليه كل ما يحب الله سبحانه وتعالى وكل ما يحبه الله تبارك وتعالى، حتى نكون يوم القيامة من الفائزين، ويشهد لنا، لأن الله سينظر
إليه، فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يجعل من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اصلح حالنا وأحوالنا ويسر أمورنا وطهر قلوبنا ولا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.